السلام عليكم. تنظن ان اللقاءات ديال النادي القنيطري والمغرب الفاسي كانوا دائما تيكونوا عندهم واحد النديه، ولكن كيطبع الروح الرياضيه، وهادو جفراخي كبار للان تيتخبطوا في هذا القسم الوطني الثاني. تنتمنى بانهم يرجعوا للمكان ديالهم اللي كيستحقوا، لانهم عرفوا تاريخ ولعابه كبار مثل الفريق الوطني في مناسبات كبيره عالميه واولمبيه، وتنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المقابله داخله في اطار دائما احياء الذكريات الجميله اللي دازت ما بين المغرب الفاسي والنادي القنيطري، والمقابلات اللي دوزنا اللي كانوا كيدوزوا مباريات كبيره لا في قنيطره لا في فاس. فريق ديال قنيطره النادي القنيطري غني على كل تعريف، لان التاريخ ديالو تيهضر عليه. كانت مقابلات كدوز مستوى عالي، كانوا لعابه مستوى كبير بزاف. يكفي ان كانوا تقول البوساتي، الوحية، وخليفة، جمال، سحاسح، الحاج حمامة، يعني مجموعة من السمح عندهم ديك الباقي اللاعبين. والمغرب الفاسي بالتاريخ ديالها وباللعابة الكبار اللي دازوا، المقابلة ديالهم كانت كدوز مستوى عالي جدا. وكنحيوا هذه الذكرى اليوم ما بين الإخوان بمناسبة افتتاح ملعب الحسن الثاني مرة جديدة، في هذا اللقاء الكبير القيم والكبير ما بين المغرب الفاسي والنادي القنيطري. أولا فريق المغرب الفاسي وكذلك فريق النادي القنيطري يعتبر من بين الفرق اللي كان عندهم مستوى عالي في البطوله المغربيه. الان نتحدث عن الرجاء ونتحدث عن الوداد ونتحدث عن بعض الفرق المتقدمه على المستوى يعني تقنيا وكذلك استراتيجيا لغير ذلك. فيمكن القول كذلك على ان في زمان هاد الفريقين كانت النادي القنيطري من الفرق الكبرى، وكان المغرب الفاسي بالفعل من الفرق الكبرى. كان اللقاء بيناتهم دائما كيتجلى اولا بواحد الطابع ديال الروح الرياضيه، لان كان واحد العلاقه اللي كانت كتجمع بين اللاعبين القنيطريين وكذلك اللاعبين الفاسيين، كانت كتجمع واحد علاقه اخوه، علاقه صداقه، وبالتالي كيكون بيناتهم واحد النوع من التقارب ونوع من التحاب وتضامن كذلك في قضايا رياضيه ذات صبغه رياضيه. لذلك غالبا ما كانش الفرق بيناتهم كبير. هما كيتجلاو على واحد المجموعه ديال اللاعبين الدوليين كبار واللي بسموا الرياضه المغربيه. كذلك المغرب الفاسي كان كيتجلى او عنده مجموعه من لاعبين كبار دوليين اللي بسموا التاريخ ديال كره القدم المغربيه. ملي كنولي ونشوف فوقاش كنا كنتصارعوا بجوج على البطوله، كان ذلك في سنه 83، حيث ان كانت المرتبه الاولى تتحتلها قنيطره بنقطه واحده، والمرتبه الثانيه كانت تتحتلها كذلك الوداد، ثم المرتبه الاولى كذلك بتقاسم مع قنيطره كانت المغرب الفاسي. واذا به تحسن في البطوله في اخر ماتش من هذه البطوله، بحيث ان المغرب الفاسي كانت لعبه مع الفتح في الرباط، وقنيطره كانت لعبه مع وجده اظن في وجده، ولذلك الانتصار ديالنا احنا في الرباط اللي جعلنا باش اننا خدينا المقابله. وهذا كيبين داك التقارب التقني والفني اللي كان ما بين الفرق.